مشاركة سيرين عبد النور بحفل زفاف أنطوان قارح كانت أول إطلالة علنية إلها بعد انتهاء عرض مسلسلها دور العمر. على مود هيجي استغلينا فرصة وجودها وسألناها عن نجاح هذا العمل. كتر خير الله على النجاح ودعم الجمهور ومحبة الجمهور، لأنه اليوم أنت بتقدمي أفضل ما عندك، تحاولي تقدمي أفضل ما عندك، وبالآخر الجمهور هو يلي بيعطيك العلامة. فالحمد لله دور العمر هو منه على التلفزيونات، وبعد العالم هيك ضايجة شوي بفكرة التلفزيون، ما تعودت كتير على المنصات، بس رغم هيدا وكله سمعنا أصداء كتير حلوة. إن شاء الله يا رب يعني كل شيء بنقدر نقدمه للعالم يوصل له، هيدا أهم شيء. قدرتي تتابعين يا سيرين غير أعمال نجمات زميلات؟ دايماً بتابع كتير قصص بهمني، يعني من أصدقاء لإلي بهمني تبع لهم أشغالهم مثل ما هني بتابعوا أشغالي، وعطول في مبروك سيرين تشوشت هي بدها تجاوب على سؤالنا، بس شنو اللي صار؟ سوري بس أنا انتهيت. لا أنا نوقع هونيك مشان هيك ما عدت عارف شو بدي. يا معطرة يا حبيبة قلبي، وعم بتصورني كمان يا معطرة. لا ما تشوف الوقعة أنت. أوكي جود لك لكم، وتحية كتير كبيرة، تحية كتير كبيرة لكل المشاهدين تلفزيونكم هالقد الحلو المهضوم، وشكرا لوجودكم هون.